السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل اصدقائي واحبابي مشاهدي ومشتركي ومتابعي قناه دكتورات محمد عبد على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى. طابلو 3 دي جميل جدا، هنشتغل فيه منظر طبيعي بالمسدس الرش مع الفرشاه. نصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولايك اسفل الفيديو ودعم لنا كي نستمر، وكمان اشتراك في القناه لو حضرتك اول مره زورنا في القناه، سعيد اشتراك حضرتك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. يلا بينا شباب نبدا على بركه الله. بالفرشاة وباللون الأصفر مع السنة أحمر.
شيل التيب بقى تتفرج على المنظر، المنظر يظهر لما تشيل التيب. طبعا احنا كده رفعنا التيب، هنبدا بقى ندي الظل الخارجي، الظل الخارجي للطابلو كله، وهنتفرج عليه شكله تحفه وان شاء الله يعجب حضراتكم. نقط الظل من على اليمين ومن تحت. في الختام اتمنى يا رب اكون قدرت اقدم لحضراتكم معلومه مفيده، وما تنساش لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره زورنا في القناه يسعدني اشتراك حضرتك في القناه، وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اخوكم محمد عبده من جمهوريه مصر العربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.